محادعي إن امرأتان صامتا على أهل الحبيب صلى الله عليه وسلم وقت النبي أوتوغي أيا وحا بعضي إن لبض برة أيا فأجهدهم الجوع تقاتا ديبا كوات كاتي والعبش أونكي في آخر النهار ما لم تهلكي أدن بيسي مركي مريان بي آدو ديباتو دين حتى كادتا أن تتلقى فبعثتا إلى رسول الله إلا دمحوها أي قادان بين الدنتان أن تتلفى لماذا بين الدنتان بقادئ إيه روترسدين معناه أون دبعنا النبي أي أتقن عليه أفتر الصلاة والسلام يستأذناه في الإفطار إيجاق أوكاد الباية إن أي إسكعنان بش رمضان دبعنا فارسل إليه ما قدحا نبي حصو صار ورياء بلك على كوب أما السحن قال لك علي أما مديب لك علي وحدون تبرده هل كاسود دبعنا النبي الله أكاني دبعنا وقودي بوحو كيدي نبي عليه الصلاة والسلام قل لهما قي أتا فيه بولي نابل هل كاكوهن قاع أبوكو يلقى قبل يكوهن قاع ما أكلتما وحا أضعنتين فقاد إحداهن مدهن قاعدين نفسه دما عبيدا ولحما عريضا وحيهن قاعدي ديك آدو أضق يهل بقوق أيبيهن قاعدي وقاعت الأخرى مثل ذلك حتى ملأتاه إلا دبنا إبوحيان تيكا لسدي أكلهم قاعدي فعجب الناس من ذلك والناس كله يعجبون بهذا الفعل العجيب دينو الله يا بندتك أرنت الله يابك بضن قبلها نقيمي إيه وحكا دوني إيه أمر كدوني إنه بقول السيئة درهم قاعدة وفرينهم قاعان وحبوت سيومده فقال وحكو للنبي عليه الصلاة والسلام هاتان سامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا عما حرم الله تعالى عليهما labadan dumar soo maragtaan buu yidhi waxay cuneen shay iyagoo xalaal ay cuneen waxan macna ama ahallallahu allahumma bay cuneen wa aftarata waxay ku afureen ma harramahum allah taala waxay ilaahay ka xarimay oo maxaya min akli luhumin nas dadka hilbahooda oo la cuno ama la daaqo hadii laga dalbay inuu qaado waxa laga yaabaa haduu nabigu joogi lahayn dhigaasna uu qaaci lahayd قعدت إحداهن إلى الأخرى فجعلتما يغبتان الناس فهذا ما أكلتما من لحومهما لماذا الضمر هو يسوي ما دين أمك هو عادة النساء وحكبه الضمر كن يسوسه وريقان أما حافظه هرتو دي استاكتاقا ردتك أي حنطان أي معنى قاركود حنطان إذن مركا يسوي ما دين دبنا وحبا يرقى ذا لقين ضد عدبا حنطين يغوصوما دبنا مركا صار وحي لتصيا إني فإنهما يأكلان اللحم غيره من عنيين با إلى أي النبي تصيا دبنا على وش ذا واحد تقول حنا قضي واللحم نتغير عن حاله هي بكبد المسجد وها دبنا إله سبحانه وتعالى وحنا القرآن كأوكل شيء أو ضد كأودي ذي عامة يعني في رمضان وفي غير رمضان سيما في هذا الشهر الكريم إله وحنا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم إلهي سبحانه وتعالى وحول ليه وحام بنانين كل كهرباء تجسسك إيا استبقلك ضدك اللي دبقل أما ورركو دلال هاديو وحام مركا عام بنانين إن لحمته أو قربا قول أي أحمته ميو الروحنا تعليه هاي إنو ولالكي هلبيه سعونه إساق أو وليبا ديدا إن لغو خصبا إنو عنو